السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نقدم واحد الحلوه اللي ما فيها لا زبده ولا زيت. المكونات ديالها بسيطه بزاف، تابعوا معايا الطريقه في الفيديو. كنحتاجوا في المقادير ديال هذه الحلوه هذه، عندي هنا معلقه كبيره ديال مايزينا، نص كاس ديال السنيده، السكر، عندي هنا كاس ديال الطحين، من الاحسن يكون طحين ديال الحلويات تكون نوعيه مزيانه، جوج بيضات يكونوا بحراره الغرفه. غادي ناخذ هنا 4 غرام ديال الخميره، يعني النص ديال الساشيه. وهنا خديت النكهه ديال الفاني، كتقدروا تاخذوا النكهه اللي بغيتوا. الطريقه راه سهله، كناخذ البيض كنضيف السكر السنيده. هاد المكونات هادو غادي نحطهم في العجانه يضربوا مزيان حتى كيولي الخليط ابيض. اللي ما عندهاش العجانه تضرب بالباتور. بالنسبه لهاد الخليط هذا الصراحه ما كيطلعش مولينكس، لان الخليط شحال ما طلع مزيان خصه يضرب مزيان باش تعطينا النتيجه ديال الحلوه مزيانه. بعد ما تضرب البيض مزيان كيولي بحال هذا الشكل هذا، كنضيف نص ديال الساشيه ديال الخميره 4 غرام، كنضيف الطحين، كنضيف المعلقه ديال المايزينا، بالنسبه للتخليط كنخلط غير بشويه باش ما نهبطش البيض ديالي، كنستمر هكا حتى كنكمل حتى كيتمازج الخليط. كنبقى نحرك من الفوق للتحت باش ما نهبطش البيض ديالي. هذه هي العجينه اللي كنتحصل عليها، تكون بحال هذا الشكل هذا. هذا ديال الفلجوي بالحلواني، وكنبوشي في هذا المول ديال السيليكون. كميه ما كنديرش كميه كبيره، غير كميه صغيره. غادي نستمر هكا حتى نكمل المول كامل. هاد المول هادو اللي خاصين بالمكارون راهم متواجدين في الاسواق، وحتى الاسمنه ديالهم مناسبه ماشي عاليين. بالنسبه لهاد الحلوه هادي فاش كديروها فوق الورقه كتسيح وكتبقاو تقطعوا لها الجناب ديالها. بالنسبه لهاد المول هذا كتجي الحلوه مقاده مزيان، غادي تشوفوا النتيجه ديالها من بعد. بعد ما ساليت التعمار ديال المول كامل الفران راني جالته كيسخن. هاد الصينيه هادي غادي ندخلها تقريبا ما بين 8 دقائق و 10 دقائق كيكون طايب. ما نغفلوش عليها، كيخصنا نوقفو حدا الفران لان بالنسبه للحلوه صغيره، وهذا ليبيسور ديالها راه صغيره بزاف وما كتاخذش بزاف ديال الوقت. وبالنسبه للفران كنطيبها في فران ديال الغاز عادي. الحلوه ديالي خدات لي 10 دقائق في الفران، ها هي كلها طايبه وكتحيد بسهوله من المول. غادي نخليها غير تبرد واحد شويه. ها هي كما لاحظتوا ما كتخرجش من المول، كتبقى في بلاصتها.
الحشوة كندوب الشكلاط في حمام ناري وكنزيد دانات شوكولا، كنزيد واحد جوج معالق ولا ثلاثة كيبقى على حسب كمية ديال الشكلاط. كنحرك مزيان كنخليها حتى كتبرد وكنديرها كحشوة لهاد البسكوي. إذا شتها قاصحة كنزيد عاد شوية ديال الدانات، غدا عاد نزيد واحد المعلقة. كتاخدو هنا البسكوي ديال درهم أي نوعية بغيتو، هنا كنستعمل طونيك، كنزيد واحد شوية. كنخلط كنعمر في لابوش وكنعمر به البسكوي. هذا هو البسكوي ديالي بعد ما ساليتو، يتقدم بالصحة والراحة. إذا كنت أول مرة كتشاهدوا القناة ديالي نتمنى تابونا وتشجعني باللايك والكومنتير، ونتلاقاو إن شاء الله في وصفة أخرى.